بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. ورد في كتاب كنوز النجاح صفحة 95 دعاء مجرب لقضاء الحوائج عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، قال: ارفع يديك وقل: اللهم إنك أمرتني أن أدعوك، فقلت في كتابك: ادعوني أستجب لكم، فأنا أدعوك بأحب أسمائك إليك، وأمرتني أن أستغفرك، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فأنا أستغفرك لذنب لا يغفره غيرك، وأمرتني أن أسألك من فضلك، فقلت في كتابك: واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، فأنا أسألك من يدك الملأى، فقلت ما أمرتني، فآتني ما وعدتني، ثم اطلب ما شئت، والضامن هو الإمام الصادق عليه السلام. جرب ولا تشك، برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.